بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال من سيدي عبد الغفور. سيدي عبد الغفور اللي تسكن يعني ربما بإسبانيا، ويعني أثنى علي كثيرا في رسالته الخاصة، وأخبرني بأنه يحبني في الله وأنا كذلك أحبك في الله وأقابل حبا بحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك وأن يجمعنا جميعا على محبة الله تعالى وعلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تيسأل جوج الأسئلة. السؤال الأول يريد أن يعرف الطريق إلى الله. قال لك بأنه يحب الله، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلك تندير ما في جهدي كي أكون قريبا من الله تعالى، كي أكون شابا صالحا، لكن قلك دائما أشعر بأني لازلت بعيدا عن الله تعالى. وسؤال ثاني قال لي عندك مشكل، عنده مشكل ديال التدخين. أقول وبالله أستعين، الطريق إلى الله تعالى هي غاية ما ننشده في هذه الحياة. الطريق إلى الله سبيل النجاة، الطريق المستقيم، الطريق الحق. وإذا أردنا أن نعرف طريقنا إلى الله فعلينا أولا أن نعرف الله. معرفة الله عز وجل تكون بالنظر في خلقه وفي كونه المنظور وفي كتابه الحكيم المسطور في القرآن العظيم الذي لا ريب فيه ولا شك. نعرف طريقنا إلى الله بالهداية والاستقامة والطاعة وبهدايتنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة أوامره. فإذا تحققت الهداية وتحقق الاتباع فإننا نكون في طريقنا إلى الله. نبغيك أخي الكريم ونبغي المستمعين الكرام نتأملوا كتاب الله سبحانه وتعالى لتوضح لنا وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. فأصل الدين المعرفة، أصل الدين أن نعرف الله تعالى بأسمائه بصفاته، أن نوحده، نعرف الأحكام دياله، أن نعرف شرعه، أن نعرف الحلال والحرام. فإذا عرفت الله تعالى أطعته، وإذا لم تعرف الله عز وجل فقد تحتال في شرعه. إذا عرفت قدر الله، العظمة الله، جلال الله، غادي تخاف الله عز وجل، غادي تمتثل الأمر الله، غادي تشد طريق ديال الله. لكن الإنسان اللي غافل عن عظمة الله، اللي غافل عن معرفة الله، عن توحيد الله، عن أسماء الله، عن صفات الله سبحانه وتعالى، غادي يحتال في الأوامر دياله. معرفة الله فرض، فرض لسعادة الإنسان. لكن كيف نعرفه؟ الله تعالى لا تدركه الأبصار، كيف السبيل إلى معرفته؟ نتأملوا واحد الآية، والآيات في هذا الباب كثيرة، الآيات العلامات تدلك على الله. في سورة الأنعام الله تعالى بينا واحد الطريق من الطرق التي توصل إليه وإلى معرفته. يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. إذن لاحظوا معايا،
ونتدبر هذه الآيات كيف أراه الله سبحانه وتعالى، يعني القصة تتكلم على سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وكيف جعله من الموقنين، وكيف رزقه الله تعالى الرؤية الصحيحة، وكيف أطلعه على الحقيقة الكبرى، وكيف عرفه به. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هذه ليس على حقيقته، من باب الافتراض، جعل فكره في ظواهر الكون. إذا لابد من رب لهذا الكون، إذا غادي يكون هذا الكوكب، إذا الكوكب ما غادي يمشي، لا أحب الآفلين، ما يمكنش، لا يعقل عن هذا الرب العظيم أن يغيب عن الوجود. فمن يدبر الكون في غيابه؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. استنبط سيدنا إبراهيم عليه السلام أن هذا الإله العظيم الخالق لا بد أن يهديني إليه، الذي أمدني بالطعام والشراب، الذي أمدني بالهواء بالماء، الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الجبال والأنهار والبحار وأنواع النباتات وأنواع الفواكه وأنواع الأسماك وأنواع الطيور، الذي خلق كل شيء، سيهديني إليه. قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فإذا دائما أول خطوة أن الإنسان يدعي الله تعالى باش يوفقه في الطاعة ويثبت على الصراط ويهديه للصراط المستقيم. ولهذا تنقل في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كل هذا الذي رأيته ليس جديرا أن يكون ربا، لأنه يظهر ويغيب، أما الإله العظيم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو معكم أينما كنتم أدبر الأمر. ثم قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. لا لهذه الظواهر الكونية ولا للنجم ولا للقمر ولا للشمس، ولكن للذي فطرهن، للذي خلقهن، والذي خلق السماوات والأرض. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا له بالمحبة بالامتنان والحمد والشكر وما أنا من المشركين. لا أشرك في عبادتي أحدا، لا في المحبة، لا في الطاعة، لا في الميل، لا في الخوف، لا في الرهبة. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. هذا هو الهدى، أن تتعرف إلى خالق السماوات والأرض، أن تتوجه إلى فاطر السماوات والأرض. ولهذا قال بعد ذلك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. هؤلاء الشركاء لا أخافهم، لا أرجوهم، لا أحسب لهم حسابا، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. لقد رأى هذا النبي العظيم أن كل هذه المخلوقات إنما هي بيد الله، كله بيد الله، هذا هو الدين كله، ألا تخاف إلا الله وألا تشرك مع الله أحدا. كيف؟ لهذا وكيف أخاف هنا، يعني كيف تعجبية، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. من هو المتمتع بالأمن؟ الذي مع الخالق. لهذا أقول دائما كن مع الله ترى الله معك. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. من هو الذي يتمتع بالأمن الذي لا حدود له؟ هو المؤمن، لأنه يرى أن كل شيء بيد الله ليشعر بالأمن والطمأنينة وباليقين. المؤمن لأنه يعتقد أن الكل بيد الله، فهو مطيع لله عز وجل، يرى أن العالم كله بيد الله تعالى، أخذ بناصيته، له مقاليد السماوات والأرض، يحبه، يطيعه، يرضيه، يتقرب إليه. فأي أمن كأمن المؤمن، وأي طمأنينة كطمأنينته، أي شعور بالراحة كشعوره، أي راحة قلبية كراحته.
فأي الفريقين أحق بلمني إن كنتم تعلمون؟ نحن أم أنتم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون؟ فاستنبط العلماء أنه من ظلم أخاه بث الله في قلبه الخوف وبث الله في قلبه الرعب بما ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم لمن وهم مهتدون. كان النبي سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام يملك حجة على قومه، وكذلك المؤمن، ما من مؤمن صادق إلا معه حجة. ولهذا المرء في طريقه إلى الله قد يطيع الله عز وجل لسنوات، يطلب فيها العلم، يستمع للمواعظ، يسمع كلام العلماء، يحضر المجالس ديالهم، لكنه يبحث عن أثر لهذه الطاعة، عن أثر لهذا العلم، لا يجده. وبعد أن كان نشيطا ومتحمسا في بداية الطريق يشكو بعدها من فتوره وضياع إيمانه وسط بحر الدنيا وانشغالاتها. يقول لك نحضر الدروس ولكن ما تلقاش الأثر ديال العبادة، أثر ديال قراءة القرآن، أثر ديال الطاعة. مستمعي الكرام، يحتاج الإنسان منا بين الحين والآخر أن يتوقف وأن يحاسب نفسه وأن يسأل عن أمور ثلاثة: ماذا عرف عن ربه؟ ماذا عرف عن نفسه؟ ماذا عرف عن الطريق الذي يوصل إلى الله؟ وما سوى ذلك فهو انشغال بمفضولات عن الفاضل. لقد وردت الأصول لمعرفة الطريق إلى الله عز وجل في سورتي المزمل والإنسان. أسس السير إلى الله تعالى من سورة المزمل: الأساس الأول المنهج الرباني لإدارة الحياة، المنهج ديال سيدي ربي كيفاش نسيروا الحياة ديالنا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا. هو على سبيل الوجود، نحن على سبيل الاستحباب، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. إذا وضحت لنا الصورة الكريمة أربعة ديال الأسس التي ينبغي أن يقيم عليه العبد سيره إلى الله عز وجل، وبها يكون الثبات والاستقامة. أولا القيام، ومش عايز واحد جوج ركعات قصيرات، مجرد ركعتين قصيرتين قبل الفجر، وإنما أن تقوم الليل وأن تقضي لحظات المناجاة التعرف على ربك. تقوم الليل وتدعي الله تعالى وتقرب إليه وتعرض لهذه النفحات الإلهية. ثانيا قراءة القرآن، القراءة السريعة لا تجدي، إنما تكون القراءة بالترتيل وبتذوق كلمات القرآن وباستشعار معانيه، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتتحرك القلوب. نعم، تحريك القلوب بالقرآن والعبادة بآياته والتهيئ واستعداد التام حتى يوفقك الله عز وجل للسير في طريقه المستقيم. ثالثا ذكر الله عز وجل، وبينت الآيات أن الإنسان سينشغل في أعماله اليومية وسيقع تحت سطوة الغفلة، لهذا عليه أن يتحصن بذكر الله وبذلك يقي نفسه من شر فتن الدنيا ومن غفلاتها. هذا هو الشعار: اعمل ولا تغفل. التبتل، خذ بحظك من العزلة وانقطع إلى الله تعالى ما استطعت. مش نقول خلي الدنيا وخلي الشغل ديالك، لا، من قاعد قطع تفرغ الله عز وجل، فرغ القلب ديالك. الانقطاع إلى الله تعالى، الإنابة إليه، هو انفصال بالقلب عن الخلائق، الاتصاف بمحبة الله وبكل ما يقرب إلى الله وما يدني من رضاه. نعم، لا بد من هذا. الأساس الثاني التوكل على الله وعدم الركون على الأسباب، نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. إذن فيها تذكرة للعباد
أن كل ما سخره الله تعالى لنا بين المشرق والمغرب مربوب لله عز وجل، فتوكل على مسبب الأسباب ولا تركن إلى السبب. وفي الطريق سيحدث منك، ربما سيحدث التفات لجهة اليمين أو لجهة اليسار، فليكن قلبك متجها إلى الله تعالى، ولا تشغل نفسك بالنعمة وقد وعدك الله عز وجل بالرزق، أقصد الرزق المال، لأن الذي يبعدنا عن طريق الله أننا شغلنا بالنعمة عن المنعم، والله تعالى هو رب المشارق والمغارب، فاتخذه وكيلا وفوض أمرك إليه. لا تركن بقلبك على السبب، وتذكر دائما أن الله تعالى هو الوكيل. الأساس الثالث، الصبر على الابتلاء وهجر المخالفين. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، تذكرة للعباد بأن الدنيا دار ابتلاء وفتن، وأنه لا سبيل النصر إلا بالصبر، وأنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم إنسان يبتعد عن البيئات الفاتنة المتبطة، ففي الطريق إلى الله تعالى لا بد أن تؤذى وأن يعاديك الأعداء، لا بد أن تبتلى، فاصبر. ثم الأساس الرابع، أن الجحود أصل الكفران، فأصل الانحراف والزيغ عن الطريق المستقيم هو جحود نعمة الله عز وجل على العبد، عدم شكرها. فالشكر ركن الإيمان الأعظم، وبدونه ما يمكنش تأسس الإيمان ديالك. وبعد ذلك تذكرنا السورة الكريمة بيوم الميعاد بأهواله، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذا باختصار. وسورة النساء التذكرة كذلك، أول الحكمة من الخلق هي اختبار الكفر والإيمان. تبدأ السورة بتذكرة الإنسان بأصله وأنه لم يكن شيئا يذكر، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تذكرك الله تعالى بالأصل ديالك، تذكرنا جميعا باش ما نغتروش وما نعصيوش ونخالف أمر ديال الله عز وجل. ثم تجي الهداية ديال الله تعالى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله تعالى قد هدى الإنسان وبين له الحلال والحرام وفرق له بين طريق الهدى وطريق الضلال، فمنهم من سيشكر ويؤمن ومنهم من سيجحد مما سيوقعه في الكفر والمعصية. فمن أصول الهداية شكر النعمة، وإن أردت أن تكمل الطريق عليك بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم الله تعالى بدأ يذكر لنا يعني صفات المؤمنين الفائزين بالجنة، ثم ذكر كذلك هذه الصفات، يوفون بالنذر يعني ويخافون يوما كان شره مستطيرا، البدل خوف مقابل يعني الخوف من الله تعالى، الوفاء يعني يوفون بالنذر، العطاء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، الإخلاص إنما نطعمكم لوجه الله إلى آخره، يعني الذي دعاهم إلى ذلك هو الإيمان بالآخرة والخوف من الله تعالى، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فنالوا الثمرة وبلغوا هدفهم الأسمى، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ثم بعد أن وصفت السورة الجنة ونعيمها وصفا دقيقا، أكدت على الأسس اللازمة لسير الإنسان في طريق الله تعالى: قيام الليل، تلاوة القرآن، ذكر ليلا ونهارا، صبر، انقطاع لله تعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. وهكذا يعني الأسباب، يعني على كل حال يعني الأسس يعني كثيرة وكثيرة جدا. أسأل الله تعالى أن يوفقك، واحضر مجالس ديال الخير، مجالس المؤمنين، مجالس الصالحين، يساعدك ذلك على الاستقامة وعلى يعني سلوك طريق الله رب العالمين.